بعد التخرج كنت كتير حابة زي النظرة الكلاسيكية لكل شاب إنه أحصل على وظيفة، أمان اجتماعي وكذا إلى ذلك. هلأ مرت علي فترة ما توظفت وكنت في مرحلة بحث كتير طويلة، فقررت إنه بدل ما ألاحق شهادتي ألاحق الشغف تبعي وأدور على مجالات جديدة للعمل. أنا لما تخرجت من الجامعة كنت حاسة حالي مش مؤهلة كفاية لأدخل سوق العمل، لكن هاي الدورة صراحة أعطتني دافع ودعم كبير إني أدخل لسوق العمل، وفعلا أنا حاليا موظفة في قسم الأدلت أوبن هارت جراحة قلب الكبار. مشروعي ساعدني اني اخذت دوره مع مؤسسه EFE، دربونا في مجال انشاء المشاريع الصغيره، ومن خلالها قدرت اني اطور حالي لشيء احسن. بعد انتهاء مده التدريب شفت في حالي القدره او المقدره على انه اتوظف بهاي المهنه. برضو انه انا يعني بعد ما انه انا توظفت بهذا المطعم وانه انا صرت شخص مستقل بحياتي وانا خلص صارت عندي وظيفتي اللي انا بتمناها واللي انا وصلت لها